التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة المؤشرات وأهداف التنمية المستدامة 2030 في جمهورية مصر العربية لسنة 2018، وده تقرير طوعي، وطبعا everybody can have access to it. فآدي هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي. لو في حد عنده أي questions أو أي comments please. إيه اللي بيحصل بقى؟ الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، زي ما احنا عارفين دول أهداف التنمية المستدامة ال17، بس مكتوبين هنا بالعربي، بس مستخدمين نفس الأيكونز ونفس الألوان ونفس الرقم. بعد كده كل هدف، أنا ده الهدف أهو زي ما عملنا امبارح بالإنجليزي، بس طبعا مش هنقرأ تاني، هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. وآدي الانديكيتورز، بس كل انديكيتور مرتبط بالتارجت. فإحنا هنا عندنا تارجت 2-1 اللي هو تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون من الفقر بجميع أبعاده، زي ما اتكلمنا عن البوفرتي امبارح، وفقا للتعريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحدود 2030. المؤشر إيه بقى؟ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني بحسب الجنس والعمر. خلي بالكم بقى من كلمة الخط الفقر الوطني، لأن 1.9 دولار دي ده رقم ما ينفعش يبقى في كل البلاد. فإحنا عندنا يظهر خط فقر وطني، وده الانفوجراف اللي هو بيقول نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الوطني من 2015 لسنة من 2000 ل 2015. فيظهر إن إحنا الأمور عندنا بتتحسن. من 2015 كان عدد الناس دول 27.8%، وسنة 2000 بقوا 16.7%، ودي طبعا very old data. طب ازاي الريبورت بتاع 2018 فيه الرقم ده؟ عشان عندنا اهو ده في ارتفاع سعادتك. معلش يا دكتور، ده يعني بيسوء، لان لما يزيد نسبه الفقر يبقى هم حالتهم بتتدهور، يعني مش بالظبط. انا اي ريد ذا دوكيومنت، بالعكس. وفعلا 2015 هي السنه النهائيه، وبديين من 2000، ويظهر ان نسبه الاسر التي تعيش تحت خط الفقر بتزيد مع الزمن، وصلت في 2015 ل 27.8. You are right. بس حضرتك معروفة ايه نسبة خط الفقر الوطني؟ يعني اذا كانت internationally 1.9 دولار، طب هنا الحقيقة انا I didn't check that، بس احنا ممكن نروح دلوقتي اي واحد معاه تليفون ويكتب كده خط الفقر الوطني، وبعدين يكتب مثلا بعد كده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأن ده المصدر اللي جه منه البيانات. It will be announced يا دكتور، يبقى معلن يعني. طبعا انت just anyone can check with his phone، انا مش عايز اعمل كده عشان ما لا تمام. But I can check في البريك الجاية لو عايزين نشوف ايه حكاية خط الفقر، لأنه فعلا سؤال كويس. زي ما انتوا عرفتوا ان انا كنت I was يعني explaining the graph بطريقة غلط. تمام. 482 جنيه شهريا للفرد. طب شفت، ادي احنا عرفنا. طب حولوها للفرد، اقسموها على 15 و6 من 10 كده، شوف يطلع كام في الشهر يا دكتوره هنا. في الشهر؟ في الشهر. الشهر؟ لا مش في السنه، لا. في الشهر اقسموا على 15 و6 من 10 واقسموا على 30، يطلع لكم كام دولار في اليوم؟ مش هتصدقوا يطلع كام. انا كده حسبتها، يعني يطلع حوالي دولار لو انا حاسب صح، يعني صح. انا هو ده منطقي، هو تكلفه المعيشه في مصر اقل من امريكا او من بره، يعني لان هو انا في الهندسه بعرف اضرب الحاجات بسرعه، ف 480 على 15 في 30 تقريبا يطلع واحد. صح، واحد دولار في الشهر. يعني احنا كمان اقل من 1.9 اللي ما كانوش عاجبيننا امبارح، فاكرين يا جماعه؟ ايوه للاسف. طب
طيب احنا كده بقى عرفنا خط الفقر الوطني عبارة عن 482 جنيه في الشهر، ونقسم على 15 على 30 يطلع في اليوم كام جنيه، اللي هم حوالي 16 جنيه ولا حاجة. تمام. بس هو في سورس تاني كاتب 750 جنيه للفرد في الشهر، مش 480. 482 ده انا سمعته قبل كده، but we can compare. هل حضرتك تقول لنا ايه الريفرنس بتاع 750 جنيه ده؟ لان غالبا لو رحنا الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء هنلاقي لازم كاتب التفصيل. خبر مكتوب في اليوم السابع، قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه ايوه والاحصاء من قيمه خط الفقر الفرد وفقا لنتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك العام 2018 2017 او 2017 2018 بلغت 8827 جنيه بنحو 750 جنيه في الشهر. سبحان الله، ده تقريبا يعني قد الخط اللي احنا كنا بنتكلم عليه تقريبا مرتين الا حبه صغيره. اوكي، دي تعتبر يعني زي سؤال نحب ندور نشوف جابوا 482 منين، والراجل اللواء اللي اعترف لليوم السابع ب 750 ده جاب الرقم بتاعه منين. بس لو عاوزين نعرف بالظبط اهو ده الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. وعلى فكره الدوكيومنتس بتاعت الجهاز المركزي دي افيلبل، ما هياش حاجه صعبة الحصول عليها. بعد كده نيجي للغاية 1-4 اللي هي بتقول ضمان تمتع جميع الرجال والنساء ولا سيما الفقراء والضعفاء بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية وعلى حق امتلاك الأراضي. والمؤشر ده نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية. وكلمة الخدمات الأساسية برضو لها ديفينيشن، وغالبا يمكن يكون يختلف من بلد لبلد. بلغت نسبة الأسر التي يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية كالتالي، هي الخدمات بقى خلي بالكم اللي هم حاطينهم اهو: المتصلين بشبكات المياه، المتصلين بشبكات الصرف الصحي، والمتصلين بشبكة الكهرباء. هتلاقوا الأرقام عالية قوي قوي فيما عدا الصرف الصحي لأسباب، يعني أقول لكم السبب الهندسي إن هو يعني أوصل شبكة مية الناس تشرب أسهل بكثير جدا من إن أنا أصمم شبكة صرف صحي من حيث التصميم ومن حيث التكاليف. ولأن برضو شرب المية قد يكون أهم من شبكة الصرف الصحي لو الدولة عندها أولويات. بعد كده هنخش على الهدف 2 القضاء على الجوع. انا مش هقدر او يعني مش عاوز امشي في كل الحاجات بالتفصيل، لكن نخلينا في موضوع التقزم ده لانه له دعوه بالطب. بيقول وضع نهايه لجميع اشكال سوء التغذيه بحلول 2030 بما في ذلك تحقيق الاهداف المتفق عليها دوليا بشان توقف النمو والهزال لدى الاطفال. خلي بالكم من كلمة الهزال. ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل وكبار السن بحلول 2025. معدل انتشار توقف النمو اللي هو الطول بالنسبة للعمر عن الانحراف المعياري. عشان كده معدل التقزم بين الأطفال تحت 5 سنوات زي ما شفنا امبارح هو عبارة عن 21.4%. والمصدر وزارة الصحة والإسكان سنة 2014. يبقى كويس إن إحنا فتحنا موضوع الستانت امبارح والنهاردة اتكلمنا على التقزم وتوقف النمو. معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال 5.5% وبسبب زيادة الوزن 14.9%. معناه إيه الكلام ده يا جماعة؟ الرقمين دول مهمين قوي. كان سمبودي يا إما من كلية الطب أو من أي كلية تانية يقول لنا إيه ليه 5.5 وليه 14.9؟ هو الهزال كسبب لسوء التغذية ممكن يكون مقصود به سبب طبي، مرض بيسمى المارازمس، بيكون نقص لكل العناصر الغذائية وانكلودينج يعني البروتين والكربوهيدرات، ويعني نقص عام في كل مفردات التغذية.
لكن بسبب زيادة الوزن ده ممكن يقصدوا حالة اسمها كواشر كور، اللي هو بيقل البروتين أكتر حاجة، فبالتالي الطفل ده بيحصل عنده نوع من التورم أو زيادة الإديمة يعني بيسموها، فبيبقى فيه سوء تغذية ووزنه مش ناقص زي بتوع الهزال. فهو ممكن يكون بتلجأ الأمهات في بسبب الفقر يعني إنها مش لاقية البروتينات أغلى، فبتغذي طفلها بسكريات، مواد سكرية أرخص، فعشان كده سبب الخبز كربوهيدرات أيوة عيش وسكريات بيكون أرخص طبعا من البروتينات، فعشان كده سبب سوء التغذية بيكون زيادة الوزن اللي هو نسبته أعلى 14.9% عن الهزال اللي هو كل المفردات بتكون ناقصة، يعني بيحاولوا يعوضوا أطفالهم. تمام، يعني اوبيسيتي في مصر مشكلة يمكن أكبر من مشكلة الستانتنس، صح؟ ما هو الاثنين بنعتبرهم مال نيوتريشن، سواء هزال سواء زيادة وزن، أو يعني حتى في نسبة زي ما بقول لسعادتك من سوء التغذية بنسميها الكواشر كور، دول بيبقى عندهم سوء تغذية عام، بس بيبقى الكربوهيدرات زيادة فبيبقى وزنهم زايد شوية. هو بس اللي لفت نظري دكتورة هالة إن عدد الناس اللي عندهم سيادة الوزن 3 أضعاف اللي عندهم الهزال. أكيد. I have different يعني عندي وجهة نظر مختلفة عن الدكتورة هالة. ممكن ما يكونش كواشر كور يا دكتور هالة، ممكن يكون just obesity، يعني في obesity وفي أطفال فعلا بيبقى عندهم obesity، ما تكونش لازم كواشر كور يعني. فأعتقد برضو حتى الأوبستي فعلا بين الأطفال منتشرة انتشار عالي، وممكن تكون حتى دلوقتي زادت بسبب الأغذية الشيبسي والحاجات البيبسي والحاجات زي كده. الكورونا كمان دلوقتي يا دكتور، الكورونا والكورونا والقعدة في البيت، صح يا دكتورة فاطمة؟ يعني it may be يعني وجهتين نظر يعني ممكن. تمام، شوف احنا كنا عاوزين نعدي الفقر، طلع في كلام مهم قوي هنا اللي هي الصحة، وهنا بيتكلم على خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 في حالة وفاة لكل 100,000 مولود، معلش هنا في غلطة في الكتاب، حتى حي بحلول 2030، معدل وفيات النفاسية لكل 100,000 مولود حي، المعدل 49 حالة لكل 100,000 لغاية 2015، والمصدر وزارة الصحة. المؤشر الثاني اللي هو 3.12 نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيين صحيين مهرة. هنا بقى النسبة دي عالية خالص، يعني بالنسبة للدول اللي حوالينا فدي حوالي 91.5% سنة 2015، وضربوا المصدر وزارة الصحة. مؤشر تاني خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي. هنا بقى معلش، ده الهيلث وفي حاجات عن المرور، ده يخلينا نفكر في إيه؟ إن أهداف التنمية المستدامة بغاياتها ومؤشراتها overlapping، يعني أنا شايف إن ده ينفع في المرور وينفع في الطب أو في الصحة بحلول 2020. شور طبعا، عشان كده هتلاقوا ان هنشوف بعد كده مع بعض ازاي الاهداف دي انترمينجلد مع بعض، يعني الاهداف ليها علاقات وطيدة بالاهداف التانية، يعني مثلا هدف 3 له علاقة يمكن ب10 او 12 من 16 اللي فاضلين. هنشوف الرسومات دي بعد كده. فبلغ معدل وفيات بسبب اصابات المرور عام 13 10.7 وبلغت 12.7 في عام 14 و9.2 في عام 2015. يعني واضح من الوفاة دي لكل 100,000، واضح ان هو الامور اتحسنت او بتتحسن. ليه؟ لانها كانت بتزيد من 2013 ل14، وبعدين في 2015 نزلت غالبا يمكن عشان مشروعات الطرق والكباري وال يعني الصيانة بتاعت الطرق. التعليم
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة اللي هي لايف لونج ليرنينج اللي اتكلمنا عليها لما كنا بنبص على الاستراتيجية 2030. ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، ودي الغاية. المعدل بقى المؤشر بتاعها معدل المشاركة في التعلم المنظم اللي هي قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي بحسب الجنس. هنا تلاحظ ما فيش فرق كبير قوي، في مصر دي بلد مشهورة خالص في ان التعليم عندها ما فيهوش إنيكواليتي خالص، عشان كده تلاقي 31.7 ذكور 31.8 إناث، وإن الأرقام دي ما بتتغيرش تقريبا كتير مع الزمن. يمكن ده موضوع مهم بقى خصوصا اليومين دول، بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال. النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية، شبكة الإنترنت لأغراض تعليمية، الموضوع ده شديد الأهمية في الوقت اللي احنا عايشين فيه، وأجهزة حاسوبية لأغراض التعليم اللي هو التابلت المشهور ده، وبنى تحتية ومواد ملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة. هنلاقي بقى نسبة المدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية 99.2، بعدين نسبة المدارس التي تحصل على أجهزة حاسوبية لأغراض التعليم عام 2017 32.4، بس أنا متأكد إن الرقم ده هيكون زاد جدا نتيجة اللي بيعمله الدكتور شوقي وزير التعليم. عشان كده الرقم اللي مكتوب هنا نسبة المدارس التي تحصل على شبكة الإنترنت عام 16 كانت 19.6، غالبا لو رحنا الهيئة العامة للإحصاء هنلاقي الرقم ده طلع كبير أو دلوقتي يمكن يقرب من 80 ولا 82. لو حد عنده فكرة عن الحكاية دي وعنده أولاد أو يحب يأبديت الانفورميشن دي بليز يعني انترفين. دي الجندر كواليتي، تحقيق المساواة بين الجنسين، دي احنا اتفقنا امبارح ان مصر ما عندهاش مشكلة كبيرة في الحكاية دي. كان في من يومين احتفال في كلية الدراسات البيئية عن العنف ضد المرأة، فحنقرأ ده يعني لأنهم كانوا عاملين احتفال كبير مسمينه مرحبا بك في يومك ولا حاجة زي كده. هنا بيقول إن العنف البدني 11% والعنف الجنسي 6.5% والعنف النفسي 22.3%. دي سنة كام يا دكتور؟ كل حاجة بالسنة هقول لحضرتك. most probably هتكون سنة 15. ليه؟ لأن شايفة الداتا كلها قبل كده كام؟ كانت ما بين 16 17 15 ممكن تبقى 17، لأن احنا أعتقد إن السنة 2020 والسنة اللي احنا فيها أعتقد لأن internationally العنف المنزلي أصبح عالي جدا، ده internationally، فما بالك إن ممكن يكون يعني هي محتاجة الموضوع بحث برضو. بس أنا متأكد إن الداتا دي يعني اكتر ما تقدرش تعدي 2017. ليه؟ لان ده الريبورت بتاع 2018. يعني قصدي سبيشالي بالنسبه للسنتين بتوع كورونا دول. أيوة. انترنت العنف زاد اكيد، ما هم قاعدين في وش بعض طول النهار بالظبط كده. فاعتقد ان ناشونالي يعني اكيد في بلدنا زي اي بلد في العالم اكيد هيبقى فيها الابيوز برضو عالي، فاعتقد ان هي دي محتاجه برضو بحث برضو. الحقيقه عندك حق، لان هو موضوع البانديميك ده فرصه رائعه لكل الساينتست سواء في مجال الطب او الهندسه او الدراسات النفسيه او الدراسات الفلسفيه، في كميه ماتيريال تعمل ابحاث ممكن تعلي الرانك بتاعنا لو احنا عاوزين نشتغل. صح. هناك مشاركه المراه وتكافؤ الفرص لها للقيادة على قدم المساواة. الحقيقة أنا كل ما بشوف صور الوزيرات المصريات في البرلمان المصري بحس إن دي الانديكيتور ده احنا شاطرين فيه خالص، لأن أفتكر النسبة دي أعلى من 14.9، أفتكر 25%، ولا أنتوا شايفين إيه؟ حد عنده معلومات أحسن؟
انا حسب اخر حاجه قريتها في الفيسبوك ان نسبه التمثيل البرلمان الستات 25%. لو حد عنده رقم تاني يقول لي. ده كان سنه 15، وعشان كده في بيانات حديثه. بعد كده ده بان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي، واحنا اتكلمنا برضو شويه عليها واحنا في الفقر. لو في حاجه هنا بس كنت عايز اقول لكم ان الرقم 96% ده و66% اللي احنا شفناه قبل كده نتيجه تداخل الاهداف في بعضها، الرقم ده بتاع التعداد العام للسكان والمنشآت بتاع وزاره الاسكان اللي هو جوه الكردون بتاع المباني. لكن لما تيجي تشوف الريبورت بتاع البنك الدولي اللي بيقول نسبه التغطيه في مصر، تلاقي الرقم ده بقى 80% ولا 85%. طب تقول له ليه عملت كده؟ قال لك عشان ال 96% دي دول الناس اللي عايشين جوه الاوفيشال بوردرز بتاعت الديفلوبمنت، لكن كل السلامز والمناطق العشوائيه مش داخله في الاستاتستكس. فشفتوا قد ايه الارقام دي لازم تبقى كواليفايد؟ يعني انا لو هقول الرقم ده اقول وهذا الرقم تم حسابه على كردون المباني حسب وزاره التخطيط العمراني ولا يشمل المناطق العشوائيه، لان الارقام بتختلف. مين اللي بيحط الرقم؟ البنك الدولي ولا الأجهزة الحكومية؟ ومنين البنك الدولي بيجيب معلوماته ومنين الأجهزة الحكومية بتجيب معلوماتها؟ دي بقى حاجة ليها دعوة بالميتا داتا، وهو موضوع مهم جدا في كل التخصصات لو كانوا الناس سمعوا عن الميتا داتا قبل كده، اللي هو لازم أعرف مين اللي جمع الداتا وجمعها إيه وإيه البوليتيكال انكلينيشن بتاعه. حكاية طويلة عريضة. عشان كده الأرقام دي وحكاية الإنفوجرافس يعني شديدة الحساسية لازم الواحد يبص لها بكثير من الفحص. هنا تحسين نوعية المياه، نسبة مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها، معالجة ابتدائية ومعالجة ثلاثية ومعالجة ثانوية. طبعا أنا بس كنت عايز أقول لكم حاجة، إن أنا لما أجي أرسم البيانات دي غالبا مش هستخدم كلاسترد كولوم. حد يقول لي استخدم نوع ايه جراف احسن من ده؟ هو بتهيألي طالما مجموعهم يكمل 100% ممكن مثلا باي تشارت او حاجه تبين النسب لبعض. برافو عليك. This is very important. دي حاجه احنا عارفينها لكن يظهر الناس بتوع الريبورت ده مش عارفينها. لو جمعت 60.6 من 10 زائد 31.6 من 10 زائد 12 ونص يطلعوا 100. ممكن نستخدم كده، وممكن دكتورة يمنى نستخدم حاجتين تانيين اللي هما اسمهم يا اما ستاكد كولوم يا اما ستاكد بار، لان هما فيجوالي هيدوني نفس النسب. بدل ما اعمل النسب من السنترال انجل بتاعت الباي اعملها من الويتس بتاع الكولم او البار. اوكي، يعني في ثلاثة اوبشنز. تمام. اوكي. هنا هنا الطاقة بتكلفة ميسورة. هنا بقى تكلفة ميسورة دي يعني حاجة غريبة، زي ما مش عارف كنت حكيت لكم ولا لا، ان مفروض في مصر كل ما بتستهلك كهرباء زيادة كل ما تدفع فلوس زيادة، مش كده؟ في الاقتصاد مفيش حاجة اسمها كده. يعني اللي بيروح يشتري كيلو موز يدفع نفس الرقم لما يشتري 20 كيلو موز. لكن محمد شاكر بيعامل المصريين بالكوتا، كل ما يزداد استهلاك الكهرباء كل ما يدفع بير كيلو وات اور فلوس زياده. For some unknown reason. عكس الايكونومي اوف سكيلز اللي الواحد درسه في ان المفروض يعني حتى لو موضوع بيع وشراء المفروض اللي يشتري اكتر الجمله تبقى ارخص. بالظبط. المفروض يعني كده. بالظبط، حياتك عندك حق. عشان يعني ايفن مش نفس السعر. اكيد مش نفس السعر، ما اعرفش هم يعني هم عاوزين تبينلايز الناس مثلا اللي هم عندهم تكييفات كتيره يبقوا اغنياء مثلا، بس ده مش منطق. طالما ليه بقى مش منطق؟ لان الكهرباء مش سبسيدايز يا دكتوره هاله، خلي بالك. هنا التريك هنا، لو الدوله بتدفع يعني في الكهرباء دي ما بندفعش الثمن الحقيقي، قد يكون الكلام ده مظبوط. لكن لو انا بدفع ثمن السيرفيس والدوله مش دافعه اي حاجه، ليه ما لما استهلك كتير ادفع كتير؟ حاجه غريبه. فعلا نسال فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، شخصيه لطيفه. هنا بقى
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة. هنا بقى نسبة السكان الذين بمقدورهم الحصول على الكهرباء نسبة عالية جدا في مصر على مستوى أفريقيا كلها. وبعدين هنا نصيب الطاقة المتجددة لإجمالي الاستهلاك 10% بس. طبعا احنا نفسنا ان احنا الرقم ده يزيد، وهو غالبا زاد من ساعة الانديكيتور ده. ليه؟ لأن مصر مهتمة جدا بالسولار انرجي ومهتمة بالويند انرجي. النمو الاقتصادي المضطرد هنا متوسط الأجر الأسبوعي بالجنيه المصري خلال عام 15 اللي احنا قلنا اهو، دي السنة اللي يظهر بيقيسوا منها، هتلاقي ان الذكور في هنا inequality عشان الرجالة بيقبضوا اكتر من الستات. ما يمكن يا دكتور اشتغلوا اكتر او اشتغلوا شغلانات اصعب فمن حقهم يقبضوا اكتر برضه. ما هي الدكتورة يمنى انت بتدافع عن الاذر سكس، ما عندناش مشكلة خالص، بس انا كنت عايز اقول لك ان كل الارقام دي محتاجة كواليفيكيشن، لازم يكتبوا تحتها تم حساب هذا الرقم على اساس كذا وكذا عشان الناس اللي زيي ما يضربوش اخماس في اسداس او يوصلوا للتفسير الخاطئ، صح ولا لا؟ اه تمام طبعا، بس بس قصدي مش كل انيكواليتي سببها وحش او ان هي مثلا فيها ظلم. I agree with you. It's a very good logic إن نظرة الإنسان للإنيكواليتي قد يكون الإنيكواليتي دي فيها رحمة إحنا ما إحنا شايفينها ببعض الناس. بس بصي الجملة دي كاتبين لك إيه بقى؟ تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، شوف الجملة اللي جاية دي، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة. يعني الإيه السنتنس اللي أنت قلتيها غالبا الجملة دي بتجاوب عليها، ولا أنا فاهم غلط؟ لا انا قصدي يعني مثلا الرجاله بتشتغل في المنجم، ممكن يكون اوريدي الشغل في المنجم بيجيب فلوس كتير، مفيش ستات بتشتغل في ملاجم آه بس مثلا، فانا قصدي ممكن الشغلانات اللي الرجاله اشتغلوها هي شغلانات اصعب مرتبها اكتر، مش علشان هم نفس الشغلانه الست لما بتشتغلها بتاخد اقل، لا لان هو اوريدي واخد شغلانه الستات يعني مش انترستد ان هم يخشوا فيها مثلا. ما انا هقول لك، مثلا انا يعني انا موافق على كلامك دكتوره، بس شوف هنا الكلام مكتوب ايه؟ لقاء العمل المتكافئ القيمه. يعني هنا موضوع المنجم ده مش موجود خالص، وهو فعلا لو دخلوا انواع الشغل الارقام دي مش تبقى، ما ينفعش نقارن بيها. فهم عشان يقارنوا لازم يكون عندهم ثريشولد او بيز لاين، البيز لاين ده العمل المتكافئ القيمه. عشان كده الكومنت اللي انا قلتها المره دي اعتقد انها سليمه، ان في شويه discrepancy او discrimination. حد عاوز يدافع عن ال لا، انا عايزه يعني بس الفت النظر لنقطه صغيره. اولا اللي عامل الكيرف ده او الشكل البياني ده اكيد ميل، وعايز يوضح ان هو قد ايه اوفر استيميتد، لان الفرق بين 884 و853 لا يكافئ الشكل المرسوم، لان هو ابتدى من 830 وأفاض في الفرق اللي بين 884 و853 عشان يوحي إن في فرق كبير. هو مش في فرق كبير ولا حاجة. الحقيقة يا دكتورة هالة، الكومنت اللي أنت قلتيها دي very smart. ليه؟ لأن ده one of the ways to deceive the audience. إنك أيوه بالظبط. صفر، يعني إحنا لو ابتدينا من الصفر مش هنشوف الفرق تقريباً. خالص خالص. فهو عايز يخدعنا يعني ويقنعنا ان الذكور بياخدوا اكتر من الاناث بفرق شاسع. بالعكس يعني، ما في ده فرق لا يذكر. بالظبط. كام جنيه يعني؟ ايه رايك يا دكتوره يمنى في الفكره دي؟ ده الصراحة تحليل منطقي 100%. انا عشان كده الانفوجرافس دي ممكن يحصل فيها تضليل. فالكومنت بتاعت الدكتوره هاله لما يكون عندك ارقام ذا سيم اوردر اوف ماجنتيود، لو سمحت ما تخليش الاكس الواي اكسس يبتدي من حاجه في الوسط، لازم تجيبه من الصفر تحت عشان تشوف الريلاتيف لينث بتاع الكولومز دي. فعلا ده الراجل ده غلطان غلط جامد قوي. بعدين هو بيسيء اساسا للغايه وللمؤشر، يعني هو بيستخدم المؤشر وهو اوريدي يمكن تحقيق الغايه، لكن هو بيوحي ان هو ما حققش الغايه. بالظبط. بالعكس هو محقق الغايه.
وبعدين ايه بشكل يعني بسيط. وشوف يا دكتوره هلا عامل كمان مستخدم الكالر كودينج عشان يخدعنا، وعامل لك الاناث لونهم احمر بالظبط. ده عامل فرق بجد والله. الفيجر ده يعني بايس بشكل فظيع ويسيء للي عامل التقرير ده بالشكل ده. وانا المفروض نبعت شكوى. والله هي ستارتد عند 830، يعني ليه الرقم ده بالذات؟ هل مثلا ممكن يكون باصص للاجر اللي احنا قلنا عليه اللي هو في الشهر، اللي هو مثلا المتوسط للفرد في الشهر، قالت زي ما قال زميلنا من شويه 750، هل 830 هي اقرب؟ خلي بالك يا دكتوره فاطمه ان هو هنا كمان مبالغ جدا. اذا كان الاجر الاسبوعي 879 يبقى الاجر الشهري كام؟ وازاي احنا عندنا 25% من السكان تحت حد الفقر، تحت 400 جنيه ولا تحت حتى لو 700 جنيه؟ الفيجر ده ديسيفنج بالمره، خاطئ بكل الاشكال. بالظبط يا فندم. هو كده الفرق ما بينهم 3.5%، يعني صغيره خالص. شوف المهندسه حسبت ازاي يا جماعه، خدتوا بالكم من الحكايه؟ ما شاء الله على حضرتك، تحفة. لا بجد ما شاء الله. أكيد شاطرة طبعا. أوكي. تعال نشوف بعد كده. We still have 8 minutes to go. إن شاء الله نعمل حاجة تانية بعد البريك. هنا بعد البريك بقى، طالما كلكم موجودين، أنا كنت اتفقت مع الدكتورة علا إن أنا كنت بستأذنكم بعد البريك. If you agree، كنت عايز أوريكم هو الكويز والريفلكتيف تاسك دي شكلها ايه وطبيعتها ايه، بحيث ما يحصل لكوش مفاجأة بكرة لما الأستاذة بتاعت مركز تدريب ترفع لكم الكويز والريفلكتيف تاسك. فهل دي حاجة تحبوا نعملها ولا you like to get surprise بكرة؟ I don't like surprise. لا كلنا لا نحب المفاجآت يا بروف. بنعملها طبعا احسن. طيب خلاص، بعد البريك اللي بعد ما الزوم يقطع علينا كمان 7 دقائق و30 ثانية حوريكم شكل الكويزز وشكل الريفلكتيف تاسكس إن شاء الله. دكتور بعد إذنك، أنا كنت رفعت في بداية الدخول على الشات التاسك بتاع امبارح، فممكن لو حبيت نناقشه يعني نناقشه براحتكم، يعني ما حبيتوش براحتكم. ما فيش مشكلة خالص، ما فيش مشكلة. شكرا دكتور. You are very much welcome. احنا هنعمل كده وزي ما اتفقنا ان يعني من حقوق الانسان هو لازم يعرف هيتسئل ازاي، دي حاجة goes without saying. هنا اقامة بنية تحتية قادرة على الصمود. بنية تحتية طبعا عارفينها اللي هي المواصلات وكده. هنا بقى بيقول عدد ركاب النقل البري وعدد ركاب السكة الحديد والنقل البحري والنقل الجوي وعدد ركاب النقل النهري. معنى كده ان احنا عندنا 5 وسائل مواصلات في مصر، اكتر حاجه فيهم ايه؟ النقل البري. انتوا شايفين الارقام ولا اكبر لكم السكرين شويه؟ يا ريت كده كويس. كده ممتاز. يبقى اكتر حاجه ايه يا جماعه؟ بري. فعلا مليار. مليار ده النقل البري، وبعديه على طول ايه؟ الحديد. السكة الحديد، وبعد السكة الحديد البحري. النقل يعني في عندنا 27 الجوي يعني عندنا النهري 61 مليون والجوي 27 مليون. وخلي بالكم ان الارقام دي تايد بالايه؟ بالسنوات. فاحنا هنفترض ان كلهم تقريبا كانوا 2015، فهيطلع فعلا الترتيب البري، السكه الحديد، النهري، الجوي، وبعدين البحر. تمام يا شباب؟ برضو معلومات مهمه. هنا تعزيز البحث العلمي. دي هنا مشكله كبيره خالص. وتحسين القدرات التكنولوجيه في القطاعات الصناعيه. لسه الدكتور غنيمه، ماجد غنيمه، بعت ادفرتايزمنت في الجروب اللي حد مشترك فيه، وبيقول ان في اوبننج عشان الباتنتس لو حد عنده براءه اختراع، لان دي حاجه مهمه. فاحنا بنقول بلغت نفقات البحث العلمي والتطوير 71% من اقل النسب في العالم من الناتج المحلي الاجمالي، وده وزاره التعليم العالي.
المؤشر 9.52 العاملون في مجال البحث مكافئ الدوام الكامل، إجمالي العاملين في مجال البحث العلمي 124,000، حوالي 125,000 عامل، حوالي 13% لكل مليون نسمة. طبعا أنا ما أقدرش أحكم على الأرقام دي غير لما أشوف كومباريزون مع البلاد التانية، ودي موجودة خالص بسهولة شديدة على الإنترنت، لأن هم مهتمين بيعرفوا الدولة تصرف قد إيه على البحث العلمي. وعلى فكرة الدكتورة اللي ذكرت جامعة الملك سلمان وملك عبد الله وكده، لأن هم متقدمين غالبا، ده أحد الأسباب إن هم they have enough resources to provide quality research، ودي أحد الأسباب عندنا في التأخر. الحد من انعدام المساواة داخل الدول وفيما بينها، برضو دي حاجة عن تدفقات المساعدات الإنمائية، 27 مليار دولار أمريكي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 6.9. هنا الناس بتوع الاقتصاد بقى قد الأرقام دي تمثل بالنسبة لهم أهمية معينة، أنا الحقيقة مش بقدر أفهم الحاجات دي قوي، بتوع الاقتصاد ممكن يقنعوني بأي حاجة، هم شاطرين خالص في الكلام يعني ربنا معه. هنا المستوطنات البشرية، هنا بقى اللي هو الانتليجنت سيتيز، وأن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي لليومن بما في ذلك طريق إلى اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات. المؤشر المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات من الفئة 2.5 والجسيمات من الفئة 10، وهنا بيوضح عبارة عن GIS map بتوضح التوزيع الجغرافي للمتوسط السنوي لمستويات الجسيمات اللي هو مايكروغرام بير كيوبيك متر. يتضح من الشكل أن أعلى المحافظات تلوثاً وارتفاعاً في مستوى الجسيمات الكلية العالقة مقاسة بالمايكروغرام لكل متر مكعب حسب الترتيب التنازلي، بني سويف، الغربية، المينيا، أسيوط، القاهرة، المنوفية. والمصدر وزارة البيئة 2015. هل حد كان عنده فكرة عن المعلومة الغريبة دي؟ أنا بالنسبة لي this is a bit strange، ولا أنتوا شايفين أن أنتوا عارفين أن بني سويف دي أوحش حاجة يعني وبعديها الغربية؟ هي بني سويف متالي بني سويف اللي ما كانتش متوقعة، لأن كمان القاهرة جاية في ترتيب متأخر وكان مفروض تبقى فوق شوية، ولا أنا غلطان؟ بالظبط القاهرة، القاهرة بولوتد 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 نتيجة أسباب عديدة. وفين ألكساندريا اللي فيها المصانع العجيبة دي؟ لا غالبا هنا بقى يو نيد تو نو ازاي وزارة البيئة جابت الحكاية دي، لأن غالبا عندهم طريقة للحساب تكون قد تكون تجستيفاي الكلام ده. صحابي بجامعة بني سويف بقى أنا هفاجئهم بالمعلومة دي لما أشوفهم. ضمان، إحنا فاضل لنا less than one minute. ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، هنا بيقول الأثر المادي ونصيب الفرد من الأثر المادي ونسبة الأثر المادي الناتج المحلي، بلغت قيمة الاستهلاك المادي المحلي 1311 مليار جنيه مصري، بينما بلغ نصيب الفرد من الاستهلاك المادي المحلي 14.9 ألف جنيه مصري. Again, these are economic numbers، من الصعب أن الواحد يفهمها غير لما يقارنها يا إما baseline يا إما مع دول تانية عشان يقدر يفهم يعني أهميتها.